ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا مع بعض البوتاني سيريز بتاعتنا، يعني الفيديوهات اللي جايه دي هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها بوتاني، وبالاخص هنمسك مجال معين اللي هو السيل بيولوجي. تمام، هو ده الاكتر اللي هنتكلم فيه، اللي هو الاناتومي والسيل بيولوجي وكده. تمام، طيب لو جينا تعالى كده نتكلم. الاول احنا بنتكلم عن بوتاني يعني بلانت. تمام، هو الساينس اللي بيحاول يدرس البلانت وتفاصيله. لما نيجي نبص مثلا على بلانت سيل، بنلاقي ان البلانت سيلز دي مميزه بحاجات مش موجوده مثلا في الانيمال سيل وكده. يعني مثلا بيكون عندها سيل وول، يعني السيل وول ده مش موجود في الانيمال سيل. كمان بيكون عندها حاجه اسمها كلوروبلاست عشان تعمل حاجه فوتوسينثيس يعني. بيكون عندها طبعا فاكيول كبيره جدا، بيكون عندها نيوكليوس، بيكون عندها جولجي، بيكون عندها كومبوننتس كتير. احنا في الفيديوهات الجايه هناخد كل كومبوننت نبدا نتكلم عنه باستفاضه، نبدا نقول لك يعني ايه اصلا جورجي اباريتس، يعني ايه سيل وول، يعني ايه بلازما ممبرين وهكذا. اوكي، طب تعالى مع بعض كده نبدا يعني ايه سيل وول. اوكي، طيب السيل وول ده بيكون عباره عن ايه؟ هو ببساطه بيكون عباره عن تركيب كده معمول من السلوز، بيدي ميكانيكال سبورت وبروتكشن للنبات. يعني مثلا لو قلنا ان احنا بنتكلم عن السيل وول، اوكي السيل وول دي بتدي سبورت، تمام، بتدي دعم للسيل بتاعتي، وكمان بتدي حاجه اسمها بروتكشن، بتحميها. تمام، طيب يبقى احنا كده عرفنا ان احنا بندي بروتكشن، اوكي، وبنعمل سبورت. كمان هي بتعمل مينتيننج للسيل شيب، يعني بتخلي الخليه بتاعتي ليها شكل معين، ليها الشيب بتاعها. اوكي، لحد دلوقتي الكلام سهل وبسيط مفيهوش اي مشكله. انما لما نيجي نتكلم بقى عن السيل وول، طب هل هي بقى يعني الاورجن ده الليفنج، يعني في حركه بتحصل جواه؟ هل مثلا هو عامل زي النيوكليس مثلا بيحصل جواها مثلا حاجه اسمها سنترال دوجما او الجورجيا اباريتس، هو بيطلع رايبوزومز، الكلوبلاست وهي بتعمل مصنع الانرجي بتاعتها زي الميتوكوندريا وكده. فهل هو بنفس الحوار ده؟ هقول لك لا، هو بيكون عباره عن نون ليفنج. ايه ليفنج؟ بارت، يعني جزء في النبات هو نون ليفنج. تمام، وبيكون عامه هو معمول من حاجه اسمها سيلولوز. تمام، سيلولوز. طبعا لو احنا قلنا السيلولوز ده بيجي منين، فهو ببساطه بيجي من انزيمز موجوده جوه البروتوبلاست نفسها او موجوده جوه السيل نفسها. اوكي، يبقى احنا عرفنا ان السيل وول بتدي سبورت، بتدي بروتكشن، هي بتعمل مينتين السيل شيب بتاعي، كمان هي نون ليفنج بارت ومعموله من حاجه اسمها سيلوز. اوكي، طب لحد كده الكلام ده سهل جدا. تعالى نخش في تفاصيل اكتر شويه. السيل وول بتاعتي بتكون معموله من كذا بارت. اوكي، السيل وول، وهنتكلم عن السيل وول، معمول من حاجة اسمها primary cell wall، primary معمول من حاجة اسمها middle lamella. ده part برضه بيكون ما بين ال primary cell wall، اوكي، وال secondary cell wall. طب هتقولي ايه الفرق ما بين التلاتة؟ اكيد دي wall ودي wall، فا it's fine يعني كلهم زي بعض. انما لا، الاثنين دول مش زي بعض، وهقول لك ايه الفرق ما بين الاثنين. في الاول خالص لما السيلز او السيل نفسها تبدا تعمل جروينج، تمام، وتبدا تعمل ديفيجنز، اول واحد بيظهر هو البرايمري. اول واحد بيظهر هو مين؟ البرايمري سيل وول. تمام، بعدين البرايمري ده يبدا يتملي بحاجه اسمها بكتين ووتر. فطول ما المركب اللي معايا او الاستراكشر ده بيكون فيه بكتين ووتر، بيعمل حاجه اسمها اكسباند، يعني يقدر يتمدد. تمام، انت هتقول لي ليه يتمدد؟ اقول لك عشان بيعمل جروينج، بيكبر، فيكبر محتاج ان هو يعمل ستريتشنج او اكسبانجن، يبدا يتمدد. البرايمري فيه بكتين، اوكي، ده مركب اسمه بكتين، وبيكون فيه ووتر. تمام، طيب لحد دلوقتي الموضوع ايزي يعني. طب لما نيجي نتكلم عن الميدل لاميلا، الميدل لاميلا معموله من بكتين بس، يعني موصلي او معظمها معمول من بكتين. تمام،
وهي بتكون الجوينت جوينت بين البرايمري والسكندري وول. تمام، يبقى احنا كده لو احنا بنتكلم على برايمري، ماشي، قلنا البرايمري ده معمول من بكتين وميه عشان يعملوا اكسبانجن في الجروينج وال ايه والديفيجن. الميدل لاميلا هي الجوينت بتوين السيلز، وكمان البكتين ده الموستلي معمول للميدل لاميلا، يعني الميدل لاميلا معمول معظمها من حاجه اسمها بكتين. تعالى نتكلم بقى عن السكندري. السكندري ده حواره مهم جدا انك تفهمه، لان هو ما بيكونش يعني ستراكشر واحد خالص، هو بيكون ثلاثه ستراكشر، يعني بيكون مثلا ليه كذا لاير. لو احنا قلنا ليه سيل وول، بيكون مثلا سكندري وول نمبر 1، سكندري وول نمبر 2، سكندري وول نمبر 3، فبيكون كده 1 2 3 لايرز. تمام، طبعا بعد ال 3 لايرز ده بيبدا هنا ده البروتوبلاست، ماشي، بلاست، اوكي، والجزء ده بيكون اسمه ميدل لاميلا. تمام، اوكي، والجزء اللي تحته ده او اللاير دي اسمها البرايمري سيل وول. تمام، طيب ليه انا عندي هنا ثلاث طبقات ودول بيظهروا امتى؟ الموضوع بسيط جدا. اول حاجه بيبدا السكندري وول تظهر لما يكون في نو ديفيجن، لما يكون انا خلصت الديفيجن بتاعي. تمام، ويبدا اني انا ما عنديش ديفيجنز ثانيه، خلاص حصل ديبوزيشن للمركبات وخلاص انا مش محتاج ان اعمل جروينج او ديفيجن، خلاص احنا وصلنا لمرحله الماتيوريتي. اوكي، كمان معظمها معمول من حاجه اسمها سيلوز، بيكون فيها سيلوز اكتر، ده اكتر جزء بيكون مليان سيلوز، وكمان معمول من لجنين. بص، طول ما انا عندي لجنين فاللجنين ده ماده صلبه جدا، فلما يكون في لجنين فما يكونش في حاجه اسمها ستريتش بقى واكسباند والكلام من ده، يعني السكندري وولز ما بتعملش اكسبانشن. تمام، هي دي البارت اللي بيدي سترينث، اللي بيدي قوه. تمام، وكمان ده اللي بيتري بيعمل ترانسبورت. تمام، ايه تاني موجود فيها؟ ما بيكونش بيكون عندها ليكنج للبكتين، يعني بيكونش عندها بكتين. يبقى مين اللي كان عندهم بكتين؟ هقول لك الميدل لاميلا والبرايمري. طيب بيكون عندها، طيب بالنسبه للسكندري ما بيكونش عندها بكتين كتير. طب لما نيجي بقى نتكلم اكتر عن السيل وول بالنسبه مثلا للاستراكشر للفانكشنز، احنا اتكلمنا كده عن الاستراكشر، تعالى نشوف لنا حته فاضيه، هوبا، نتكلم عن الفانكشن. وظيفة السيل وول، السيل وول لو انا برسم هنا سيل وول، اوكي، تمام، ده جست سيل وول، وهنا جوه في البروتوبلاست بتاعي، اوكي، تمام. السيل وول بتاعتي دي اول فانكشن ليها هتقولي سهلة، بتدي حاجة اسمها rigidity of plant، يعني صلابة للنبات، بتدي بتحدد لي السايز والشيب بتاع البلانت والسيل، يعني بتعمل لي مينتين السايز والشيب، بتحدد لي ايه شكل اللي بيدي للنبات شكل او بيدي للسيلز شكل هو السيل وول. طيب كمان هي بتعمل ابسوربشن، بتعمل ايه؟ ابسوربشن، يعني هي بتمتص مركبات، كمان بتعمل ترانسبورت، وكلمه ترانسبورت دي معناها ان هي بتعمل حاجه اسمها سيل كوميونيكيشن. يعني ايه سيل كوميونيكيشن؟ يعني ببساطه لما يكون في سيل زي دي كده قدامك، مثلا تخيل دي سيل اهي فيها دي سيل، تمام، بيكون في سيل تاني جنبها، فهي دي البوابه اللي بتربط ما بين كل سيل والتاني. تمام، البوابه اللي بتربط ما بين كل سيل ايه والتاني. طيب نكمل مع بعض. لو احنا جينا نتكلم برضو ان ايه، ان احنا الميدل لاميلا برضو كان فيها نقطه، او البكتين بالظبط كان فيها نقطه، ممكن نرجع لها نبص لها بسرعه. فين الحته الميدل لاميلا اهي؟ بص يا شباب، كان في نقطه كده في الميدل لاميلا كنت حابب اقولها قبل ما انسى، حاجه اسمها ان البكتين اللي في الميدل لاميلا الساندوتش بتوين البرايمري سيل وولز. تمام، يعني دلوقتي انا عندي هنا الميدل لاميلا، تمام، اوكي، دلوقتي انا وريتك الطبقات ماشيه ازاي. لما نيجي بقى نرسمها كسيل نفسها، انا كده تعتبر يعني كان ناقصني حاجه هنا، ثواني، ويت، نشيل الحته دي كده، نشيل الجزء ده، اوكي، السكندري ده بيكون اصلا بعديه البرايمري، اوكي،
وبعدين هنا الميدل لامينا. شوف انا كنت ملخبط فيها. اوكي ليه بقى؟ لان المفروض انها تحت برضه هيكون في برايمري، وبعد البرايمري هنبدأ نحط السكندري سيل وول بتاعتي. فدي تعتبر سيل ودي تعتبر السيل اللي جنبها، تمام؟ يبقى مين اللي في النص الجوينت اللي ما بينهم؟ الميدل لامينا، تمام؟ طيب البرايمري وول and also the secondary wall often added inside the primary wall is composed of cellulose، معموله من سيلوز، معموله من حاجه اسمها هيمي سيلوز، مش لايك بروتينز. وكمان احنا قلنا ان هي السكندري معمول من لجنين، عشان الجنين ده هو اللي بيدي السترانس جوه جوه المركب بتاعي او جوه السيلوز بتاعي، بيدي سترانس للسيل بتاعتي. اوكي طيب تعالى كده نكمل مع بعض فكرة لو احنا خدنا حتة كده من السكندري سيل وول ونشوف شكلها ماشي ازاي. اوكي طيب السكندري سيل وول دي بتكون عبارة عن بندلز عاملة كده، بندل بندل بندل، كلمة بندل يعني حزم، حزم من السيلولوز بالمنظر ده. اوكي البندلز دي بنسميها ماكرو فيبريل، بنسميها ايه؟ ماكرو فيبريل. يبقى دي اسمها ايه؟ ماكرو فيبريل. طيب لو انا خدت حته صغيره من البندل دي وجيت اكبرها هلاقيها برضه معموله من اجزاء صغيره، اجزاء اصغر شويه اصغر شويه. اوكي بنفس المنظر ده، تمام؟ دي اسمها مايكرو فيبريل، تمام؟ انا كنت بتكلم على ايه؟ على السكندري سيل وول. يبقى ماكرو دي اكبر، بندل كبيره جواها بندل صغيره، ونبدا البندل الصغيره دي برضه ناخد منها حته فنطلع حاجه اسمها مايسيل. دي اصغر جزء ممكن نتكلم عنه جوه الايه؟ السيلوز مولكيولز نفسها. ماشي احنا قلت لك السيلوز ده البيلدنج يونت بتاعت السكندري سيلول. ماشي طيب ننزل تحت كده شويه نتكلم عن اخر حاجه، ننزل تحت شويه نتكلم عن اخر حاجه، نتكلم عن حاجه اسمها بيتس. ايه البيتس دي؟ ببساطه البيتس دي اريا او منطقه ما فيهاش سكندري سيلول. يعني ايه؟ يعني لو عندي خلية جنب يعني خلية تانية، تمام، بيكون ما بينهم ممر، الممر ده اسمه بيتس. اسمه ايه؟ بيتس. البيتس دي اللي بيحصل ما بينهم باسجز للووتر، يعني المية تبدأ تعدي من هنا مثلا لهنا، بتعمل فلو من هنا لهنا، ده اسمه سيل كوميونيكيشن كده. السيلز بتبعت لبعضها المية، والمية دي بيكون طبعا فيها نيوترينتس والى اخره. اوكي ايه تاني ممكن نتكلم فيه قبل ما نخلص الفيديو؟ ثواني اراجع السيناريو او السكريبت بتاعي. احنا اتكلمنا عن ده، اتكلمنا عن ده. اوكي قلنا البرايمري سيل وول ده اللي له علاقه بالجروينج سيلز، انما السكندري ده السيل ماتيور او النو لونجر جروينج، برضه دي مهمه انها نكتبها هنا قدامك. البرايمري سيل وول ده ليه علاقه بالجروينج، تمام؟ لو السيل بيحصل لها جروينج بتنمو يعني. طب لو السكندري سيل وول، لا secondary يعني الماتيوريتي، يعني خلاص انا خلصت جروينج الماتيور سيلز، او نو جروينج مفيش نو لونجر جروينج، تمام؟ طيب برضه نحاول نشوف ايه تاني. طبعا احنا كلنا عارفين ان السيل هي البيزك يونت اوف لايف. السيلز مهمه جدا نعمل بيها فانكشنز بقى، اذا كانوا برودكشن سكريشن اكستراكشن والى اخره. طبعا هي معموله من مولكيولز، وكمان بتتقسم لحاجه اسمها بروكارياتيك وكارياتيك. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها الاوكارياتكس والبروكارياتكس. طيب الاوكارياتكس دي اللي هي المودرن اورجانيزم، والبروكارياتكس هي الاولد اورجانيزم. يعني ايه برو ويعني ايه كارياتيك؟ بصوا كارياتيك، كارياتيك مينز نيوكليس، يعني الكائنات اللي ما كانش عندها نيوكليس اسمها بروكارياتكس، زي مثلا البكتيريا. البكتيريا تلاقي ان الدي ان ايه بتاعها جوه العايم كده جوه السيتوبلازم، انما الاوكاريوتكس ده الاوكاريوتكس بيكون جواها نيوكليس، النيوكليس ده بيكون جواه الجيناتيك ماتيريال بتاعت السيل نفسها. اوكي يبقى البروكاريوتكس ده بيفور يعني اكزيستنج اوف نيوكليس، انما الاوكاريوتكس اتس افتر اكزيستنج اوف نيوكليس. طبعا الاوكاريوتكس دي بيكون فيها اورجانلز كتير وفاكيولز بقى وحركات، انما البروكاريوتكس لا مفيش الكلام ده خالص. اوكي طيب ندي امثله، البكتيريا والسيانوبكتيريا والالجيا والكلام من ده
معظمهم بيكون من البروكاريوتكس. الاوكاريوتكس زي البروتيستا فانجاي والانيمال سيلز. تمام اوكي، وكده احنا يعتبر خلصنا جزء السيل وول، والمره الجايه هنتكلم عن البلازما ميمبرين، والمره الجايه بقى هجيب لكم صور لان انا عملت الفيديو ده بسرعه عشان اقدر الحقكم اذا كان انتوا او يعني بقالكم كتير داخلين الكليه وانا ما عملتش اي فيديوز. بس المره الجايه ان شاء الله هيكون بقى في صور والموضوع هيكون اوضح شويه، وربنا معاكم.